معايا ايضا على الهاتف الناحيه الثانيه الصديق الغالي والمدرب الكبير كابتن احمد ناجي. كابتن ناجي مساء الفل. مساء الخير، والكلام يبقى رسمي، سؤال وجواب. رسمي سؤال وجواب. بالظبط كده. اه اوكي يعني سين. الناس اللي اصحاب بيبقوا يعني يسألوا على بعض، يردوا على بعض. طبعا انت فاهم. انا مش فاهم بس انا لا بقى. انت فاهم، لا انت والله فاهم، ما فاهم بس احنا مش على والله الهوا. العظيم فاهم، والله يعني العظيم احنا فاهم. لسه ما تعاتبناش في التليفون، هنتعاتب على الهوا. لا ما انا بقول لك مش هتعاتب. سين جيم، سين. طب سين اتفضل. كابتن احمد ناجي، يعني انت كنت مدرب في النادي الاهلي في كثير من الانتصارات العظيمه على مدار تاريخه ولسنوات طويله، وحققته انجازات عريضه جدا وكتيره جدا، منها دوري ابطال افريقيا كتير. يعني انت كسبتها كم مره يا كابتن الاول؟ دوري ابطال ست افريقيا مرات 6 مرات. ايوه طبعا. ده انت معاك رقم قياسي، مفيش لعيب بتالي كسبها 6 مرات. لا عشان لا احنا كسبناه مع مانويل جوزيه 6 مرات، هو 6 مرات انا كنت معاه. اوكي. طب انت المدرب الوحيد اللي كسبها 6 مرات مثلا؟ يعني ده انا رقم المدرب، اقصد؟ انا احد اعضاء الجهاز لا الفني يعني كسب ما هو ست الجهاز مرات بيتغير. لا ما اتغيرش، كان هو مانويل جوزيه كل مره. لا هو مانويل جوزيه انت كنت معاه، اه بس مثلا كابتن حسام بدري كان معاه فتره وسابه فتره، ما اعرفش مين كده، اقصد كده. انا موجود على طول. اه يعني انت المدرب المصري اللي كسبها 6 مرات ده رقم، يعني اقصد ده ريكورد. اه ده رقم كمدرب يعني 6 مرات. اي طبعا طبعا طب انت طبعا. يا كابتن اكيد تعرضت في ال6 مرات او حتى في مرات اخرى الاهلي ما كسبش فيها البطوله، لان احنا برضو الاهلي وصل فاينل اكتر من مره برضو، لمواقف مشابهه لماتش الهلال اللي هو ماتش حاسم تخشه في نتيجه معينه عايز تحققها عشان تكمل مشوارك، يعني الزنق اللي احنا مفيش فيه اصعب من ماتش الصفاقسي مثلا الفاينل فاينل، وانت هنا وخاصه متعادل 0-0 مظبوط اللي هو الجول في اخر دقيقه بتاع ابو تريكه. وخسران 1-0 للدقيقة 89 وخلاص خرجت. مظبوط. قول لي يا كابتن ايه اللي بيحصل في الماتشات اللي زي دي، المواقف اللي بتحصل ونصايحك ايه بالنسبه للعيبه؟ هي الماتش ده بالتحديد بدأ التحفيز النفسي من القاهرة. بعد الماتش ما خلص بدقيقتين دخل مانويل جوزيه أوضة الصفاقسي. ده بعد الماتش اللي خلص هنا. تمام. وادالهم درس بقى مش عايز اقول لك ايه، لهم بيرقصوا بتاع. ده قال لهم للصفاقسي. ده وشه يعني ده جريء دخل يعني. دخل فاتح صدره وقال لهم انا هكسبكم هناك واحنا هنرقص على جثثكم هناك. يا سلام. اوكي. والله اللعيبه اللي كانت معانا كلها عارفه الموقف ده، موقف مشهور جدا. ده قبل ما يخش عندكم. دخل عليهم على طول، هم اللي داخلين يرقصوا بقى وبتاع وفرحانين ومش عارف ايه، فدخل عليهم والبرتغالي بقى طبعا انا فاهم، واداهم المنقي خيار يعني. تمام. وبعدين دخل عندكم. وبعدين دخل عندنا قال عندنا خلص نص الماتش وعندنا نص ماتش في تونس، عايز كل لعيب يسيب جلده ويسيب لحمه ويسيب دمه في الملعب، والنتيجة دي ما يسيب جلده ولحمه ودمه في الملعب، يعني في يموت نفسه في الملعب. الملعب. كل واحد فينا يستعد انه يسيب جلده ودمه ولحمه في الملعب وما نفكرش في النتيجة خالص. القريب ان انا قاعد جنبه بقى في اخر دقيقتين كان بيردد كلمة واحدة بس، وهي كانت غريبة جدا، ويمكن انا اول مرة اقول كده او تاني مرة. I believe in last minute. I believe in last minute. كان بيقول كده. أنا معتقد في آخر دقيقة. أنا مصدق آخر دقيقة. كان بيقول كده. ده طول الماتش يا كابتن؟ لا في الآخر بقى والماتش بيخلص. ويصرخ كده في لعيبته. لا وفي الدكة وفي البنش. I believe in last minute. I believe in last minute. وعنده زي ما يكون ايه إحساس هستيريا. باللي هيحصل. لا هستيريا بالكلمة دي. وفجأة أنا سبت البنش رحت أبارك لأحمد الظهراوي مدرب الحراس المصري. خلاص الماتش خلص أوي يعني، لو أريح مدرب الصفاقسي. الصفاقسي. وأنا في السكة راح شادي عاملها لفلافيو، فلافيو عملها لمتعب، متعب عملها لابو تريكة.
لابو تريكا، والواد ده حط قاعد وش يعيط. رجله ما... الواد قاعد يعيط من الزعل وانا قعدت اعيط من الفرح. بقول لك قصص غريبه انا النهارده، مع ان انا ما كانش المفروض اعمل لك اي حاجه. انت اسمعني. حبيبي انت حبيبي، ما هو محدش بيستحملنا الا اصحابي، خد بالك. جدا جدا صحابي. ماشي. طب يا كابتن احمد، اللي انت بتقوله ده تنقله للعيبه بايه؟ هو اكيد يعني المجهود الجمله، هي الجمله دي انت عايز خلي تقول بالك، لهم؟ احنا محمد احنا تعرضنا لمواقف اصعب من دي بكتير. يعني بترو اتلتيكو ادانا علقه في استاد القاهره 4، 4-2 يا كابتن، طيب وكسبناه هناك 3-1. بس انا كنت استناك معاكم لعبت على فكرة في الماتش ده لعبت ان صح في انجولا، في جبنا من انجولا انجولا بالظبط. مكاننا الحاجات اللي انت عارفها. ايوه. وكان الحضر بيهرب منك يجي ياكل عندي في الاوضه. هم الصحفيين اللي مبوظين لنا الدنيا. ومتنساش برضو واحنا راجعين من كاس العالم، راجعين من كاس العالم اتضربنا 3-0 في استاد القاهره من الاسماعيلي. عادي اي فرقه كبيره في الدنيا، بس هو يعني القوة انك تتخطى ازاي يا كابتن؟ لان فرقه كبيره، فانت عندك بقى يعني مش يقين، يقين جامد جدا ان انت هتتخطى، لان انت وبنفسك وبثقتك في نفسك. لان انت المواقف دي عدت عليك. طيب يعني انت عايز تقول لي انه اللعيب لازم يلعب لاخر ثانية متأكد واثق من نفسه انه هيتأهل ويكسب. والجماهير، والجماهير، تمام، ده عشان دي مهمة جدا، الجمهور. الجماهير اوعى تزوم في اي وقت من اوقات المباراة ان شاء الله يكون بقى 10 ثواني، ان شاء الجون بيجي في الله. ثانية. بالظبط. والنادي وفي الاهلي المثال بص بتاع فين. الصفاقس حضرتك بتحكوا لي اهو، ده انت قايم تهني اللي هو انا بالظبط يعني، الماتش خلاص خلص، الماتش خلص. والعبدي ده، العبدي فاكر العبدي اللي جه الزمالك عمال يرقص مع الجماهير خلاص. اللي هو السرد باك ده. ايوه جه ايوه بعد ايوه الزمالك، وكان وجالنا بعديها لعيب من تونس اسمه ايه، انيس بوجلبان. انيس بوجلبان ده حبيبي، عشان كده لعيب كان جميل بصراحه. طب دي رسالتك للعيبه يا كابتن.